لأننا نحذف كلمة شبه لأنه فعلا حجرون حجرة سرقونا حقنا في الجزائر، وما قاله المدرب الوطني في الندوة الصحفية يشبه كثيرا يعني الواقع تاع الحجرة. قال المدرب لم يحترم الجزائر، الحكم طردنا الحكم كصبا لم يحترم الجزائر، وهذه حقيقة. عدم احترام البلد اللي هي الجزائر يعني حاجة كبيرة، يعطيك صورة واضحة على أن الجزائر كرويا في الهيئات القارية الدولية لم تعد تزين شيئا، وهذه حقيقة مرة. ولو ما استوعبناش الدرس وما استخرجناش الدرس من قضية قاسامة وبقينا نتصارعوا فيما بيناتنا، نقعدوا نتحقروا وما يحترموناش الأمم. هذه واحدة. اثنين، كي نعاودوا نتكلموا على قضية اللجوء إلى الفيفا، من حقك أنت ومن واجبك تدير إدراكات، لأنه العالم كله شاف فضائح تحكيمية، ولو أنه هدف سليماني من زاوية جديدة شفنا ربما ضربت فيه الدول، لكن هناك أخطاء كثيرة وكثيرة جدا تثير الجدل في قضية قاسامة. أولا نطرح أنا تساؤل، لماذا اليوم الفاف، وكنا في حصة سابقة قبل ما يروحوا الله فيفا تحت الضغط الجماهيري ربما ما كانوش متحمسين، ما كانوش مأمنين قادرين المباراة تتعاود، وكأنه الضغط الجماهيري خلاتهم يحطوا لاركات، قال انا حطينا ما مش مأمنين كما قال الشيخ، ما ضربوه ماهيش بقناعة، ماهيش بقناعة، كي ما تكونش بقناعة وما ديرش الضغط الإعلامي وما ديرش يعني لو فورسينغ وطردها قضية رأي عام ولا بريس إترونجي راهي معاك، أنت ترى عليك لا بريس إترونجي يعني يهضروا علينا الناس ماشي ماهيش محلية لا بريس إترونجي تتكلم عليه، لازم تستغل أنت الضغط الإعلامي الأجنبي اللي عنده وزن ونيفو دي زانسونس عنده وزن، الناس ما على بالهمش عنده وزن، تستغل الفرصة وتزيد تضغط عليهم وتحطهم ديفون الفيت أكومبلي، يعاود يشوفها لقطة بلقطة. اكيد احنا ماناش قادرين نبروفي بلي شراوه لي كاروني، ما نقولش نتهموه نقولش نبروفيو، ما نقدروش نقولوا بلي اخطاء تقنيه، لا يوجد اخطاء تقنيه، ولكن تقدر وكانك في محكمه تقدر تقنع لا فيفا والهيئه لا كوميسيون بلي هذا الحكم كان مالونات، حتى وانه ما خد حتى سنتيم من اي جهه، لا المراهنات ولا الاتحاد الكاميروني، لكن شخصية انه مالونات. ومن تقول من الغريب انه هذا الحكم رايح لكاس العالم مش المره الاولى يدير عده اخطاء مثيره للجدل في مباراه فاصل مؤهله لكاس العالم، وكولينا كنتكلم عن الحكام وباش يطلب منهم يكونوا يؤدوا مباريات كبيره باش ما يدوش حق الناس، هو دار فضيحه تحكيميه، وهذه الفضيحه التحكيميه تخلي تتاكد بلي اليوم جو داولنا حقنا، ولا في دراسه اللي ماشي قادر تدافع على حق الجزائر ماشي اتحاديه.